معه في الخرطوم وخلاف على التفاصيل، أهو ربيع متأخر أم فوضى أمنية وسيناريو سوري قادم؟ إذن التوتر يسود طرقات الخرطوم وإنكار حكومي بأن هناك أي أزمات أو تمدد لرقعة الاحتجاجات المستمرة. نعم باسل، يحدث هذا في ظل تعتيم إعلامي تفرضه السلطات السودانية. نتوقف أولا مع يوميات شباب معارض في السودان. الحراك الشعبي في السودان يشهد تحولات نوعية، الاحتجاجات تصل الليل بالنهار وتتسع رقعة المشاركات الشبابية، خصوصا مشاركة المرأة اللافتة رغم القمع الذي تستخدمه أجهزة الأمن حسب ناشطين، فيما يبدو أن سقف مطالب المحتجين ارتفع إلى حد المطالبة الجهورة بإسقاط نظام عمر البشير. مطلب رقم واحد، إسقاط نظام المؤتمر الوطني. مشاهد الأحداث لم تعد تخلو في غالبيتها من أعمال العنف ضد المحتجين، ليصبح الكل هدفا للرصاص العشوائي الذي لا يفرق بين أحد، لكن في المقابل صار صوت الناشطين أكثر وضوحا. حياة حياة عشان النظام ده يعيش ويأكل ويشرب ويكون قاعد، وزير المالية يكون عنده عمارتين ومراح بتاع عربات ويصرف عليهم. الكلام ده ياهو يقعد، ياهو يقعد، ونحن نلبس طرح نخش في بيوتنا ونديك قروشنا، ياهو يمشي. المحاضرة دي ما عندها اثنين تاني، ما عندها تاني اثنين. نبرة الغضب الشعبي تتصاعد مع سقوط المزيد من الأبرياء والناشطين السلميين، بينما تكرر الحكومة اتهاماتها ضد المحتجين بالتآمر ضد الدولة والتخريب، مثل الردود الفعل الحكومية هذه تنقل حسب المعلقين صدى الحكومات الإقليمية السابقة التي هبت عليها رياح التغيير. الحكومة يجب أن تنظر إلى أنها لا يمكن أن تأخذ كل ما تريد، فيجب أن تأخذ بعض ما تريد. هذا هو المخرج الوحيد، أن تتخذ الحكومة قرار شجاع في هذا الصدد، لأن هنالك تجارب في العالم تراجعت فيها حكومات كثيرة في العالم من قرارات مثل هذا النوع. احتجاجات سلمية ضد قرار وقف الدعم عن الأسعار بحجة تفادي الانهيار الاقتصادي، وما لبث الأمر أن تحول إلى مطالبات شعبية بإسقاط النظام، لكن النشطاء يتهمون أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم بممارسة أقصى درجات القمع وأساليب العنف المفرط لثنيهم عن تحقيق أهدافهم المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية. ومشاهدينا أرحب بضيفتنا مباشرة من مركز الأخبار السيدة عزاز شامي الناشطة السودانية. أهلا بك معنا سيدة عزاز، وفي البداية هل تتوقعون سقوط النظام، وهل تفاجأتم أيضا بردات فعله في التعاطي مع حراك هذه الاحتجاجات؟ سقوط النظام ده بقى موضوع مفروغ منه، بس السؤال حيكون 200 ونوعية شكل السقوط حيكون كيف. التظاهرات الحاصلة في السودان ما حاجة جديدة ولا حاجة مفاجأة، وجذورها بترجع لأبعد من مجرد قرارات سياسية اقتصادية الأخيرة. في شهر 8 لما الفيضانات غرقت السودان والناس فقدت بيوتها وفقدت أرواحها، النظام تخلى تماما عنهم. الحاجة دي ولدت شعور عند الناس بالخذلان أو بشعور أنه الحكومة دي ما مهتمة بهم. القرارات الاقتصادية كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. شكل الحراك السوداني الآن ما لم الحكومة تعي الدرس جيدا وتتصرف مع الموقف بشكل بعيد عن الرعونة المعتادة فيها والمعهودة فيها، الوضع ده ممكن ينقلب لوضع دموي جدا. القمع والقتل والاستخدام المفرط للقوة حيدي نتيجة عكسية، ما زي ما النظام متوقع. الناس ما حتخاف، ما حتدخل بيوتها. إذا الواحد حيموت حيموت، يموت بكرامة وراسه مرفوع. دي السيكولوجية السودانية للنظام الظاهر نسى على مر السنوات الفاتت دي، هي مرتكزة قدر شنو على فكرة الشجاعة وفكرة الكرامة وحكاية أنه ما تحقر بي. النظام كل ما يقتل ناس كل ما يحفز الناس أكثر على الخروج، لأنه كده موت في موت، نموت وراسنا مرفوع. ده واحد. اثنين، شكل التظاهرات. تفضلي.
ما دور الشباب في الإبقاء على جذوة الاحتجاجات كما هو أو كما هي الأوضاع وتطورها كما حدثتينا عنها؟ الصور بتتكلم، الحراك الحاصل في السودان ده حتى لو كان وقوده الشباب، لكن بقى ما بفرق في لا في جندر ولا في عمر. لو دققت في الصور هتلاقي كبار وصغار، ما بس شباب، حتى لو كان هم الشباب ديموغرافيكلي وكعدد اكبر، لكن ما هم بس المحركين الوحيدين في السودان، حتى النساء دخلوا في الخط، في قصص بتتداول او حتى ناس انا بعرفهم، النساء بقوا يدوروا في البيوت وبيقرعوا الابواب بينادوا الرجال للخروج، ما بقت الحكايه بس قصر على الشباب، الحكومه خاطئه اعتقلت النشطاء بتفتكر انه هم المحرك الوحيد للشارع. النشطاء بالرغم من دورهم الجوهري كان في الحشد في السابق، لكن ما هم المحرك الوحيد. حس التظاهرات والاحتجاجات في السودان بقت أمر عام. أي فرد سوداني متضرر من الوضع الاقتصادي، الناس بقت تعاين لورا، الحكومة دي ما وقفت معنا في مطر، ما وقفت معنا في 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 احتياجاتنا، استفزازات من المسؤولين بالخطابات السياسية بتاعت إنه الشعب السوداني ما عرف بيتزا، الشعب السوداني ما عرف هادوك. أي زول سوداني عين حواليه بيلاقي ان هو ما قادر يلقى وجبه واحده، هدوق وبيتزا شنو؟ طيب يعني انت تحدثتي عن النشطاء، دعينا نتحدث ايضا عن المعارضه، ما هو تقييمك للاداء من قبل قيادات المعارضه السياسيه قبل واثناء الازمه التي يمر بها السودان؟ المعارضه السودانيه ما بقت كتله واحده، حتى لو كان في تجمع لقوى الديمقراطيه في اطراف في المعارضه يعني امتهنوا وخبرتهم التثبيط والتحبيط للناس لما يجوا يتحركوا، الشارع تجاوزهم بالرغم من انه قواعد الاحزاب السياسيه دي عضو فاعل في الحراكه الحاصل، لكن داخلين كافراد، داخلين كشعب، ما داخلين بصفتهم التنظيميه او ولاءاتهم. في حدث حصل الليلة اللي هو الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل أعلن أنه هو حينفصل، حيفض الشراكة مع الحكومة، على الرغم من أنه الناس ما كانت معولة كثير على الحزب الديمقراطي كحزب، على الرغم من أنه أعضاء وممكن يكونوا فاعلين في الحراك، لكن دي بتديك إشارة إلى انفضاض الداعمين للحكومة حتى من المعارضة، حتى داخل النظام نفسه. قبل 4 أيام في مجموعة من الإصلاحيين أو ما يسمون أنفسهم بالإصلاحيين. طيب سيدة عزاز، بس اكمل المعلومه دي، ان هم من داخل النظام يعني البعض، طب اتفضلي. عفوا، من داخل النظام رفعوا مذكره اصلاحيه بخصوص القرارات الاقتصاديه انه هي متسرعه وما وافق عليها البرلمان وغيره وغيره، يعني حتى النظام في داخله منقسمين عليه، ودي حاجه من السنه اللي فاتت بدات تحصل، طبعا لانه ما بقى عندهم اي امكانيات ماديه، موارد ماديه يحافظوا بها على ولاء الطغمة اللي حواليهم. تفضلي. طيب سيدتي، يعني يرى البعض أن حركة جريفنا قد أطلقت الشرارة الأولى وحركت الشارع، إلا أن دورها اليوم أصبح خافتا وغير ملحوظ في ظل ظهور جماعات جديدة، هل هذه الجماعات متوحدة؟ أنا ما بفتكر خفوت، وما بفتكر أنه مفروض أي حراك هيحصل في السودان يكون حكر على مجموعة واحدة. كل مرحلة بتفرز قاداتها وبتفرز حراكة وبتفرز ديناميكية خاصة بها، ما جسم جامد، ده مفروض أنه يكون متحرك. جريفنا موجودة بشكل أو بآخر، يمكن ما تكون موجودة في الشارع بشكل واضح بسبب الاستهداف لأعضائها، بسببه كثير من أعضاء اضطروا أنهم يسافروا السودان، لكن لسه بنعمل تقارير، لسه بنتواصل في حقوق الإنسان، لسه بنتكلم عن المعتقلين، كل زول بيأدي دوره على حسب وجوده. في مجموعات شبابية تانية أفرزت نفسها، التغيير الآن اللي هم برضو اعتقلوا شخص من قياداته مهيد صديق، وبيمسكوا أي زول بيكون مشارك معاهم، لكن أنا ما بفتكر أنه المفروض الحراك في السودان يكون قصر. طيب. على زول، بالعكس ده أمر مفتوح. طيب. شأن يخص الجميع، الكل يشارك. سريعا جدا، بعد خروج الشباب للشارع بهذه الأعداد المهولة، ما هو في تقديرك دور الشباب الآن في التغيير والإصلاح المنشود في السودان؟ وسريعا. الشباب قدموا وما زالوا بيقدموا أرواحهم ودمائهم ووقتهم وجهدهم وتعبهم، سواء في المظاهرات، سواء في العمل الشعبي على مستوى الجراس روت، الشباب ديل سدوا فجوة عجز الحكومة عن القيام بدورها، سواء في التعليم، سواء في مساعدة المحتاجين، سواء في الوضع الصحي، الشباب ديل من زمان ما من الليلة وهم سادين الفجوة العملها الحكومة بتركيزها على الأمن وبتركيزها على 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 حسابات البنكية الخاصة خارج السودان، الشباب كان وما زال وحيواصل
يحاول انه هو يمسك الجزوه دي. نعم. والعلمك الشباب اللي بيكونوا الماسكين القيادات دي اكثرهم اتولدوا في السودان، اتولدوا في السودان في حكم النظام حسي، يعني اكثر طيب. ناس عارفين النظام ده شكله كيف وعامل كيف. وضحت الصوره سيده عزاز، شكرا جزيلا لك من مركز الاخبار. السيده عزاز شامي الناشطه السودانيه كنت معنا في اليوم على الحر.